وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أثناء الدرس أن الطريقة السليمة في الأسماء والصفات من الطرق الست هي طريقة القسم الأول، مع أن شيخ الإسلام قد ذكر أن طريقة القسم الأول هي طريقة المشبهة، فقال الأول ما نبعني القسم الأول اللي هو بالنسخة، القسم الأول الذين أخذوها من الكتاب والسنة، الذين أخذوها من الكتاب والسنة وأثبتوها بناء على ذلك، ما نبعني ما في النسخة. نعم.